بالنسبة للهيمنة لبسنانا، هي كومن نيم إلها الدوارف تابور، الاسم الشائع إلها. الأسماء الشائعة جدا ضرورية، راح أجيب لكم إياها بالعملي وبالنظري. الكومن نيم راح يكون دوارف تابور، كلمة دوارف معناتها قصيرة، والحقيقة أنه هم سموها نانا لأن هي شيء كلش صغير بالحجم فنسميها نانا، ويسموها يعني قلت لكم اللي هي الدودة القزمة، مو القصيرة، القزمة. تمام، دوارف معناتها قزم. جيوغرافيكال ديستريبيوشن اللي هو وارم كلايمت كونتريز، بالدول ذوات الجو الدافئ. عندي الهابيتات ايضا راح يكون سمول انتستين. عندي الانفكتيف ستيج راح تكون الايج، والفاينل هوست راح يكون المان. تمام، وين وصلنا؟ اي الفاينل هوست هو المان. الانترميديت هوست منه راح يكون هاي اوتو انفكشن، اوتو انفكشن من المان للمان مرة اخرى. طبعا هي بيها انترميديات، مثل ما قلنا انه هي ما ندخل بتفاصيل، احنا نعرف انه هي اوتو انفكشن، يعني تصيب البشر وترجع تطلع البيوض عن طريق الخروج وترجع تصيب البشر مرة اخرى فقط. هيك تقولوا لي يعني لايف سايكل ما راح اشرح بي النانا، وانما تعرفون انه المصاب راح تطلع الايج مع الخروج مالته، يرجع بالطعام الملوث يتناولها مرة أخرى، تدخل في داخله هاي البيوض وتروح على الانتستينال، تلتصق بيها بالجدار مالتها، تتطور إلى لارفا، وتبدأ بعدين من لارفا تصير أدلت وورم. ترجع هاي الأدلت وورم أكيد رح يصير بيها قطع حبلة، تطلع منها البيوض وتطلع هاي البيوض خارج جسم الإنسان وهكذا. تمام، مثل هاي اللي تشوفوها رسمت لكم اياها، انه هاي عندي الاوفا. طبعا اعتذر على بشاعة الرسمة، راح تروح بالطعام والماء الملوث يبتلعها الانسان، في داخل الانسان راح تصير لارفا بالانتستين وتتطور الى ادلت وورم. تمام، عندي المورفولوجي اوف الورم، يقول اشنانا از ذا سمولست of the tapeworm. هاي الجملة على صغرها، وإنما هي جدا مهمة، هي أصغر smallest اللي هي أصغر الديدان الموجودة بالتابورم، مو أصغر الديدان على وجه الكرة الأرضية، لا أصغر التابورم، أصغر الديدان السيستودا، صح هو خطأ زين. which parasitize the human intestine، راح تتطفل على امعاء الهيومن. الحج الطول مالتها حيكون 25-40 من ريده، and maximum breadth هم من ريده السعه مالتها. small head is provided with 4 سكر، راسها الصغير راح يكون ب 4 سكر، and طبعا قلنا عنده 4 سكر. عنده همين روسيلر كرون، هسه اشوفكم اياه اللي هو تاج، مع 20-30 منت هوكلت اللي هو هاي الاشواك راح تكون صغيرة ودقيقة، يسموها منت اللي هي صغيرة، مو المنت هاي الدقيقة مع الساعة، لا وانما اللي هي تكون دقيقة يعني. The neck is long and slender، الرقبة راح تكون طويلة واسطوانية. All approximately 200 proglotid are bordered than long، راح تكون تقريبا تحتوي على 200 قطعة. الأج مالت النانا، هسه أشوفكم إياها، طبعا هاي كليتها. طلاب هذا الكلام اللي قريناه باعوا شونا، هي الدودة small head رأس صغير، provided with 4 سكر، راح يكون ب 4 سكرات، 4 أقراص ماسة. شنو بعد قلنا؟
روستر الكرون اللي هو هذا، شوفوا شلون شكله، هذا التاج الروستلر اللي هو هذا الانبوب الصغير اللي طالع، هذا يسموه روستلر شو اسمه، روستلر كرون. زين، بعد بي من 20 إلى 30 من تهوكلت اشواك، هي طلاب تشوفون شلون جبت لكم هاي الصوره اللي هي بيها السكرات مبينه، مبين 2 وعلى الجهه الثانيه 2 صارت 4، مبين هذا الكرون مالتها التاج هياته بالطرف، والهوكلت مبينه اللي هي الاشواك اللي راح تكون. زين، بعد وايضا قلنا انه هي راح تحتوي على 200 قطعه، هاي بالنسبه للسكولكس او الراس. بالنسبه للايج البيضة مالت الاجنانة راح يقول ار جريش هيلاين، راح تكون رمادية شفافة سفيريكال دائرية، وراح هلقد مالتها الدياميتر من ريده. ذير ار تو ثين ممبرينس شيلز، راح تحتوي على لاير تو لاير اللي هي طبقتين من الممبرين او من القشرة، غشاء القشرة. The inner one of which، الداخلي منهم، has two polar thickening each provided 4 to 8 long thread like filaments. كل واحد من كل قطب من هاي الاقطاب، polar معناتها قطب، كل قطب من هاي مالت البيضة راح يزودني بأربعة لا 8 من الخيوط into the space between the two shell. هسه اشوفكم حتى تعرفون جدا نحكي انه هي بالفراغ الموجود بين القشرتين، هي تبعو هاي لها قشرتين، اذا تشوفون القشرة الداخلية يسموها الشيل والقشرة الخارجية. بالقشرة الداخلية تشوفون شلون عندي two polar، هاي الاشياء الاقطاب يسموها المدببة، كل قطب راح ينطيني 4 فيلمنتس لايك ستراكشر اللي هي 4 إلى 8 خيوط راح تطلع من ان هذا القطب. شنو بعد قلنا؟ تو بولر، اي وقلنا انه هي جريش هاي لاين، راح تكون رمادية وشفافة القشرة مالتها، طبقتين من القشرة رمادية وشفافة، راح تكون القشرة الداخلية بيها تو بولر، قطبين من كل بولر راح تطلع لي من 4 إلى 8 فيلمنتس، وهاي الفيلمنتس راح تكون موجودة بين السبيس بتوين تو شيل، بالفراغ اللي بين القشرتين. بالنسبة لللايف سايكل شرحناها، ارجع اقرأها مرة اخرى، اللي هي when eggs are swallowed، لما نبتلع البيضة they hatch، تفقس in duodenum، راح تفقس وين؟ بالدودينام، في داخل السمول انتستين، and replicated embryo، الجنين المحرر penetrate into the stroma of nearby villi، اللي هي راح تدخل بالمنطقة المنطقة اللحمية، يعني منطقة بيها لحم، حتكون nearby villi، قريبة من الفيلاي اللي هي الزغابات الموجودة بالأمعاء. Where they rapidly transform into cysticercus larva، اللي راح تتحول بصورة سريعة إلى يرقة ناضجة. The migrate into the duodenal or jejunal canal، راح تهاجر إلى قنوات الصائم أو الاثنى عشري. Become attached to the mucosa، راح تلتصق بالميكوزا اللي هي الطبقة الخارجية من جدار الأمعاء، and in about 2 weeks، خلال أسبوعين راح تتطور لتصبح complete worm، دودة كاملة. بالنسبة لدورة الحياة قلت لكم يعني ما أريد هاي التفاصيل، مجرد أنه تعرفون أنه الأوفر راح تطلع تروح للأكل التلوثة والماء، راح يبتلعها الإنسان مرة أخرى حتى تدخل مثل ما قلنا هنا، تروح للانتستينال مالته للدودينام، ويصير لها هاتشينج، راح تفقس وتتطور خلال اسبوعين لدودة كاملة. عندكم بالباثوجينيسيتي هيفي انفكشن ان باثوجينيتيك، راح يكون الاصابة القوية كوزينج مودريت تو بروفياس دياريا، راح تسبب لي الستول المائي
رح يكون متوسط أو غزير، abdominal pain، وجع بالبطن، أنوركسيا، أنوركسيا اللي هي يفقد قابليته على الطعام، vomiting، تقيؤ، less appetite، فقدان شهية، and weight، يفقد الشهية والوزن. less appetite هي فقدان الشهية، الأنوركسيا هي الحقيقة نعم إيه هي فقدان شهية، ولكن هو مرض عصبي هم يطلقون عليه. الأنوركسيا هو أكثر شيء، يعني هو فقدان شهية بسبب disorder بالأعصاب، مو فقط يكون شلون نقول سيندروم، هي يعني المريض يقوم الجهاز العصبي مالته ينطيه order إنه يحس إنه هو عنده overweight، وهو بالحقيقة ما عنده overweight، مثل الوسواس، وسواس يعني وسواس قهري، سامعين بيه، يقوم المريض يقول انه انا عندي اوفر ويت، هو ما عنده اوفر ويت، يقوم يميل انه ما ياكل، كلش ينتبه على الشكل مالته. فيعني الانوركسيا هي فقدان شهية ولكن بسبب خلل عصبي. الليس ابيتيت واحد نقول عليها فقدان شهية، عموما ما لكم بالتفاصيل، بس عددوا لي اياها انه حيصير عنده مديريت لبروفيز دياريا، عندكم 2 abdominal pain، anorexia 3، vomiting 4 اللي هو التقيؤ، less appetite فقدان الشهية والوزن. الدياجنوسيس أكيد التشخيص راح يكون يعتمد على recovery of the species characteristic egg in stool، لأن البيضة قلنا مميزة مالت الأجنانة راح تكون، قلنا إنه هي 2 layer، وبتوين هاي 2 layer عندي من البولر 8 إلى 4 في المنتس، فإنه ألقي هاي البيضة المشخصة بالعينة الأسطول. وبما أنه قلت لكم أنه المحاضرة نظرية عملية، فإذا راح نقول نروح على الجزء العملي، راح نقول الباراسايت نيم هيمانوليبس نانا، الديزيز هي تطلب كتبت لكم إياه اسم المرض هيمانوليبسيسيس، خل أوضح أكثر، هياته هذا اسم المرض هيمانوليبسيسيس، تمام. وين الديزيز نيم؟ أنا مسحها مو هنا، أنا هنا عفوا، هذا راح يكون هنا الديزيز نيم، تمام. زين، اللابراتوري دياجنوستس راح يكون جنرال ستول اكزامينيشن، الاوفا حفظت شكلها بعد ماكو داعي اعيدها، قلنا هي 2 لاير، وراح يكون عندي الطبقه الخارجيه والطبقه الداخليه، وعندي بولر بالطبقه الداخليه راح يطلع من عنده في المنتس، راح اصورها وادز لكم اياها ويا التاشير. همين عندكم الهابيتات السمول انتستين، مود اوف ترانسميشن، طرق العدوى من الفم اورال فيكال، يعني من الاوفا اللي بالبيوض للفم. فاينل هوست اكيد المان، انترميديت هوست همين هعتبره المان، نكتب عليها همين هنا، راح يكون عندي الانترميديات همين راح اسميه المان، لان حتى لا تقولون ما شوفتونا اياها، همين حاعتبره المان لانه قلنا هي فيكال اورال، هنا عندكم المان ايضا، تمام. كومن نيم اللي هي دوارف، دوارف تابور، الكومن نيم اللي هي الدودة القزمة او يسموها الدوار في تابور. هاي بالنسبة للجزء العملي، وهيك نكون خلصنا من الجزء النظري والجزء العملي. راح ادز لكم الصور مؤشرة حتى على حتى تحفظون التأشيرات اللي عليها.